بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان جمع المؤنث السالم. قبل أن نتناول هذا الدرس، تعالوا بنا أبنائي لنتذكر بعض المعلومات التي سبق أن تعلمناها. المفردة المؤنثة، فماذا نقصد بالمفردة المؤنثة؟ ما دل على واحدة، كأن نقول طفلة أو طالبة أو معلمة، وهنا يكون المفرد للعاقل. أما إذا قلنا لغير العاقل فنقول دراجة أو حديقة أو مدرسة. المثنى المؤنث، ما دل على اثنتين، كأن نقول فلاحتان، وهنا يكون في حالة الرفع. أما في حالتي النصب والجر فنقول فلاحتين، وهنا يكون للعاقل. أما لغير العاقل فنقول ساعتان، وهنا أيضا في حالة الرفع. أما في حالتي النصب والجر فنقول ساعتين. أبنائي، في الحلقة السابقة تناولنا موضوع جمع المذكر السالم، وقلنا من حيث أقسام الكلام اسم، ومن حيث العدد جمع للذكور. فلماذا سالم؟ لأن حروفه سلمت من التغيير، كأن نقول معلم، معلمون في حالة الرفع، ومعلمين في حالتي النصب والجر. اليوم إن شاء الله سنتعرف على مفهوم جمع المؤنث السالم وعلامات إعرابه، فتعالوا بنا لنعبر عن الصور التالية بجمل مفيدة. انظر إلى الصورة التالية، ما بال النخلة؟ سنقول النخلة مثمرة. الآن لدينا مجموعة من النخلات، فماذا سنقول؟ النخلات مثمرات. النخلة، النخلات. ماذا فعلنا؟ قمنا بحذف التاء المربوطة واستبدلنا بها ألفا وتاء. الآن النخلات من حيث أقسام الكلام هي اسم، من حيث العدد هي جمع للإناث لأنها دلت على أكثر من اثنتين. الآن ماذا فعلنا؟ قمنا بزيادة ألف وتاء على المفرد. أبنائي، الآن الموقع الإعرابي لكلمة النخلة هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيضا النخلات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل الآن إلى صورة أخرى، كما نرى سيارة تسير على الطريق. من أي الوسائل السيارة؟ سنقول السيارة من وسائل المواصلات. فإذا ما كان لدينا مجموعة من السيارات سنقول السيارات من وسائل المواصلات. ماذا فعلنا؟ انظر، السيارة، السيارات. قمنا بحذف التاء واستبدلنا بها ألفا وتاء. الآن نعود مرة أخرى إلى كلمة السيارة. الموقع الإعرابي لها أيضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. السيارات، الموقع نفسه. سنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أبنائي، كما نرى جمع المؤنث السالم هو اسم يدل على جمع للإناث بزيادة ألف وتاء على مفرده، وقلنا سالم لأن مفرده سلم من التغيير، أي بقي على صورته. إذن نستنتج
جمع المؤنث السالم اسم يدل على جمع للمؤنث بزيادة ألف وتاء على المفرد، ونتذكر هنا أن علامة رفعه هي الضمة، وهي علامة أصلية. فنقول علامة رفع جمع المؤنث السالم الضمة. تعالوا بنا الآن أبنائي لننتقل إلى حالة أخرى، وهي حالة النصب. كما نرى على الشاشة خزانة، فمن الذي صنع هذه الخزانة؟ سنقول صنع النجار الخزانة. فإذا كان لدينا مجموعة من الخزانات سنقول صنع النجار الخزانات. الآن انظر، الخزانة، الخزانات. بداية ماذا فعلنا؟ قمنا بحذف التاء المربوطة واستبدلنا بها ألفان وتاء. الآن نعود مرة أخرى إلى الموقع الإعرابي لهذه الكلمة. الجملة جملة فعلية، صنع فعل والنجار فاعل، فما المصنوع؟ إنها الخزانة. سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا أبنائي الفتحة هي الحركة الأصلية للنصب. انظر جيدا الآن، الخزانات، الموقع نفسه. سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره. ونحن نعلم أبنائي أن علامة النصب هي الفتحة، وهنا جاءت الكسرة نيابة عن الفتحة. تذكر عزيزي الطالب أن الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، فهل جاءت هنا الفتحة هي العلامة للنصب؟ بالطبع لا، لقد جاءت الكسرة وهي علامة فرعية نيابة عن الكسرة. صورة أخرى، كما نرى عمارة ضخمة، صمم المهندس عمارة ضخمة. فإذا ما كان هناك مجموعة من العمارات فماذا سنقول؟ صمم المهندس عمارات ضخمة. الآن عمارة، عمارات. عمارة دلت على المفردة المؤنثة، أما عمارات فقد دلت على جمع للإناث. الآن ماذا فعلنا؟ كيف حولنا هذا المفرد إلى جمع؟ قمنا بحذف التاء المربوطة ثم استبدلنا بها ألفان وتاء. الآن نعود مرة أخرى إلى الجملة، صمم المهندس عمارة ضخمة. كما نرى الجملة جملة فعلية، صمم فعل ماض مبني على الفتح، المهندس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أما عمارتان فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل الآن إلى عمارات، الموقع نفسه. سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. إذن نستنتج علامة نصب جمع المؤنث السالم الكسرة. ننتقل الآن إلى الحالة الأخيرة. كما نرى على الشاشة صيدلية ومجموعة من الأدوية. من أين نشتري الأدوية؟ ستقول نشتري الدواء من الصيدلية. الآن لو كان لدينا مجموعة من الصيدليات، اجمع كلمة الصيدلية. ستقول نشتري الدواء من الصيدليات. انظر، الصيدلية، الصيدليات. ماذا فعلنا؟ قمنا أيضا بحذف التاء المربوطة واستبدلنا بها ألفان وتاء. نعود مرة أخرى الآن إلى الموقع الإعرابي لكلمة الصيدلية. انظر جيدا إلى الكلمة التي سبقتها، إنها من، ومن حرف جر. سنقول مباشرة
الصيدلية اسم مجرور بحرف الجر من، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كذلك أبنائي الصيدليات الموقع نفسه، سنقول الصيدليات اسم مجرور بحرف الجر من، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا نستنتج علامة جر جمع المؤنث السالم الكسرة. أبنائي، رأينا الكسرة في حالتين، في حالة النصب وفي حالة الجر، ولقد جاءت فرعية في حالة النصب نيابة عن الفتحة، أما في حالة الجر فقد جاءت أصلية كما نرى. تعالوا الآن أبنائي لنستعرض مجموعة من الأمثلة في الحالات الثلاث. الأمثلة: الطالبات مؤدبات، إن المعلمات مخلصات، للمحسنات أجر عظيم. الآن المفرد: الطالب، المعلم، المحسن. كما نعلم بالأصل قمنا بحذف التاء المربوطة واستبدلنا بها ألفا وتاء، فما حرف الزيادة هنا؟ كما نرى الألف والتاء. ما الموقع الإعرابي لكلمة الطالبات؟ كما نرى جملة اسمية، الطالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فعلامة رفع جمع المؤنث السالم هنا الضمة كما نرى. إن المعلمات مخلصات، الأصل في المفرد المعلمة، حذفنا التاء المربوطة واستبدلنا بها ألفان وتاء. ما حرف الزيادة أبنائي؟ الألف والتاء كما نرى. الموقع الإعرابي، انظر إلى الحرف الذي سبق المعلمات، إن، معنى ذلك المعلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، وكما قلنا علامة فرعية. للمحسنات أجر عظيم، للمحسنات، المحسنة. ماذا فعلنا هنا؟ أيضا قمنا بحذف التاء المربوطة واستبدلنا بها ألفا وتاء. إذن حرف الزيادة هنا الألف والتاء كما نرى. للمحسنات سبقت بحرف جر، سنقول مباشرة هنا اسم مجرور بحرف الجر اللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهي علامة أصلية. ماذا نستنتج أبنائي؟ جمع المؤنث السالم اسم يدل على جمع للمؤنث بزيادة ألف وتاء على الاسم المفرد، علامة رفع جمع المؤنث السالم الضمة، وعلامة نصبه أو جره الكسرة. هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من شرح هذا الموضوع، سأكون معكم ومع التدريبات بعد الفاصل إن شاء الله. عدنا إليكم أبنائي الطلاب مرة أخرى، تعالوا بنا الآن لنجيب عن بعض التدريبات. صوب الخطأ في العبارات التالية: تحب المعلمات التلميذات المؤدبات، أين الخطأ هنا؟ تحب فعل والمعلمات فاعل والتلميذات مفعول به، فما علامة نصب جمع المؤنث السالم؟ إذن التلميذات الكلمة الخطأ. ماذا سنقول؟ سنقول التلميذات، الكسرة هنا نيابة عن الفتحة. علامة نصب جمع المؤنث السالم الألف، أين الخطأ هنا؟ بالضبط الألف، لقد قلنا الكسرة نيابة عن الفتحة. يجمع الاسم قرية
جمع مؤنث سالما. هل سمعت أحدا يقول قريات؟ لنجمعها الآن. قرى، معنى ذلك جمع مؤنث سالما هي الخطأ، فما الصواب؟ جمع تكسير. لماذا؟ لأن حروف المفرد هنا قد تكسرت وتغيرت. نقول في الاسم زينب زينبات، فماذا نقول في مريم، هند، سهير، سهام، فرح؟ كما نعلم مريم اسم علم، فعندما نقول جاءت مريم ومريم ومريم ومريم، ماذا نستبدل هنا مريم ومريم ومريم ومريم؟ سنقول مريمات. ماذا فعلنا؟ قمنا بزيادة ألف وتاء. كذلك هند، هندات، سهير، سهيرات، سهام، سهامات، فرح، فرحات. تخير الإجابة الصحيحة. اسم يدل على جمع للمؤنث بزيادة ألف وتاء على المفرد، يدل على جمع للمؤنث. هل هو المثنى أم جمع المذكر السالم أم جمع المؤنث السالم أم جمع التكسير؟ بالطبع هنا سنستثني المثنى لأنه يدل على اثنين، أيضا جمع المذكر السالم لأننا نقول على جمع للمؤنث. فعندما نقول معلم معلمات سالم، بقي المفرد هنا سالما، معنى ذلك ليس بجمع تكسير. إذن نحن نتحدث عن جمع المؤنث السالم. انتبه عزيزي الطالب بأن هناك بعض الجموع تنتهي بألف وتاء، مثل بنت مفرد، بنات، وهنا التاء أصلية وليست زيادة. أيضا بيت، أبيات، والتاء هنا أصلية، لذلك نسمي هذه الجموع جموع تكسير. جميع ما يلي جمع مؤنث سالم ما عدا أقوات، معلمات، فاطمات، مخلصات. ماذا سنفعل هنا؟ سنأتي بالمفرد. مفرد أقوات قوت، معلمات معلمة، فاطمات فاطمة، مخلصات مخلصة. الآن تأمل الكلمات جيدا. معلمة وفاطمة ومخلصة، قمنا بحذف التاء المربوطة وأضفنا إليها ألفان وتاء. انظر جيدا إلى كلمة أقوات. الجمع هنا بدأ بهمزة وتوسطه ألف، والتاء هنا أصلية، معنى ذلك أن كلمة أقوات جمع تكسير وليس بجمع مؤنث سالم. تجمع الكلمات التالية جمع مؤنث سالما ما عدا أمينة، صادقة، امرأة، عطوفة. ماذا سنفعل هنا؟ الآن اجمع الكلمات. أمينة، أمينات، صادقة، صادقات، امرأة، سنقول نساء، عطوفة، عطوفات. لو نظرنا إلى الجموع سنجد هنا أبنائي أن كلمة نساء قد تغيرت عن مفردها وليست من جنس المفرد، معنى ذلك أن الجمع نساء جمع تكسير. واحدة من المفردات التالية تجمع جمع مؤنث سالما، شاء، أمة، ملة، سعاد. الآن اجمع الكلمات. شاء، شياه، أمة،
أمم، ملة، ملل، سعاد، سعادات، تذكر، قلنا سهام، سهامات، فرح، فرحات، أي العلم يجمع أيضا. الاسم سعاد هو الذي يجمع جمع مؤنث سالما. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات الملونة باللون الأحمر. الكلمات المتفوقات، المتفوقات. الجمل: سلمت المديرة على فراغ، كافأت المديرة فراغ، شكرت فراغ المديرة. الآن الجملة الأولى: سلمت المديرة على، على حرف جر، معنى ذلك أن الاسم هنا سيكون اسماً مجروراً، سنقول على المتفوقات. كافأت المديرة، كافأت، كافأ فعل ماض، والمديرة فاعل مرفوع. الآن الكلمة التي ستأتي ستكون مفعولاً به منصوب، فماذا سنقول؟ المتفوقات. عزيزي الطالب، تذكر أن علامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة نيابة عن الفتحة. شكرت فراغ المديرة. تبقى لدينا كلمة واحدة وهي المتفوقات. سنقول شكرت المتفوقات المديرة. وهنا المتفوقات أبنائي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ننتقل إلى تدريب آخر. بين سبب ضبط الكلمات الملونة باللون الأحمر. إن الحسنات يذهبن السيئات. انظر ما الحرف الذي سبق الحسنات؟ إن. وإن كما نعلم تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن سنقول الحسنات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الصالحات قانتات جملة اسمية. سنقول قانتات خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. انظر من حرف جر. سنقول الظلمات اسم مجرور بحرف الجر من، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من التدريبات. وركز معي جيدا وانتبه، لأنني سأعطيك تدريبا ستقوم بحله في المنزل. جمع المؤنث السالم اسم يدل على جمع للمؤنث بزيادة ألف وتاء على آخر المفرد. علامة رفع جمع المؤنث السالم الضمة، وعلامة نصبه وجره الكسرة. الآن وظف جمع كلمة مهندسة في ثلاث جمل بحيث تكون مرفوعة في الأولى، منصوبة في الثانية، ومجرورة في الثالثة، ثم أعرب الجمل إعرابا تاما. أريد منك أن تقوم بحل هذا التدريب بنفسك ثم اعرض هذا الحل على معلمك. أبنائي، هكذا نكون قد انتهينا. سعدت بلقياكم. دمتم للعلم شموعا، ودام العلم لكم نبراسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.